ماسح الأحذية هذا أمام وزارة العمل لا يعرف على الأرجح شيئا عما جرى مع الوزير شرب النحاس، فهو منهمك في لقمة عيشه، يعد غلة اليوم القليلة التي قد لا تكفيه لشراء قوت يومه. ولعله لا يعرف أن الرجل المنهمك بملفاته الذي يأتي إلى الوزارة كل صباح من دون ضجيج لن يعود إليها، وربما لا يعرف أن الوزير أقصي لأنه كان من أشد المدافعين عن الفقراء. بدل النقل يعني شغلتين، معناتها كل أجير كل موظف بلبنان في إرادي أنه ينسرق منه 10 ملايين ليرة من تعويض نهاية خدمته. على 300,000 عامل مسجلين بالضمان، في سرقة لمليارين دولار يمكن تصير بكرة بمجلس النواب. يا شباب عرفوا شو حجم القصة. للوزير المستقيل إذن بصمات بيض في وزارته التي جعلها أقرب إلى العمال منها إلى السياسيين، ولهذا عندما وقف إلى جانب العمال لفظته الطبقة السياسية لأنه يشكل خطرا على مصالحها، لكنه ترك الوزارة والعمال خارجها غير متحدين يميلون مع كل ريح.